مشاهدينا للحديث أكثر حول هذا الملف بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، قام الوزير الأول نذير العرباوي أمس السبت بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات التي أدخلت على بعض مواد هذا القانون. إذن مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد أحمد بالجلالي نائب برلماني. مرحبا بك سيدي. شكرا أستاذ إيمان على طيب الدعوة، وتحية لكم من خلالك للجمهور الكريم. شكرا لك سيدي الفاضل على هذه على قبول هذه الدعوة. إذن في البداية نتحدث قراءة في هذا الإخطار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، للوهلة الأولى أنه عندنا كما ذكرتي إخطار، وما في حقيقة الأمر يعني إخطارين، لأنه في إخطار يعني تاع الوزارة الأولى سيد الوزير الأول المحكمة الدستورية، وكذلك إخطار رئيس مجلس الأمة للمحكمة الدستورية، بمعنى أنه فيه مبدئيا توافق في الرؤى ما بين مجلس الأمة والوزارة الأولى فيما يتعلق إخطار المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المواد 23 29 33 و55 التي طرأت عليها تعديلات من قبل النواب لدى المجلس الشعبي الوطني. موضوع الإخطار يتعلق بالدفع بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على هذه المواد. لو نفصلوا ولا ممكن نعطوا فكرة عن هذه التعديلات او هذه المواد، فبالنسبة للمادة 23 كان فيه تعديل يتعلق بفرض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة على نشاط سيارات الأجرة 5% بدلا من 12%. يعني فيما قبل كان المعدل الخاضع، يعني المعدل الخاضع يعني سنة 2024 السنة السابقة بالنسبة للضريبة الجزافية الوحيدة، هذا النشاط كان يخضع إلى 12%. كان فيه تعديل في هذا الإطار أمام المجلس الشعبي الوطني من أنه من أجل أنه هذا النشاط يخضعه إلى 5% بدل 12%، وحظي هذا التعديل بموافقة أغلبية النواب. واليوم رانا نشوفوا يعني الدفع بعدم الدستورية، ولما باش نكونوا يعني لأنه احنا رانا نتقدموا هنا يعني برأي يعني هو موضوعي وهو يعني إن صح التعبير يعني تقني بحت، فمن حيث المبدأ فالنواب في المجلس الشعبي الوطني قدروا أنه هذا النشاط حقيقة راه فيه تكاليف إضافية أكبر، و12% يعني راها تمثل ثقل جبائي على النشطاء في هذا المجال، فرأوا أنه من الأنسب إخضاعهم إلى 5%. ولكن يعني باش نكونوا صرحاء، هذا التعديل هو وقع تحت طائلة المادة 147 من الدستور، لأنه أي اقتراح يعني في هذا الباب بتخفيض إيرادات يتوجب على النواب أن يقترحوا مصدر آخر للإيرادات التي ستؤول إلى الانخفاض. هذا فيما يتعلق بالمادة 23. أما بالنسبة للمادة فالمادة 29 جاءت بها الحكومة لتعدل يعني لتعدل الحد الأدنى من الضريبة الجزافية الوحيدة التي يدفعها عدد كبير من المكلفين بالضريبة لأرقام الأعمال تاعهم دون 800 مليون سنتيم. فالحد الأدنى السنوي تاع الضريبة في القوانين السابقة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كان في حدود يعني 10,000 دينار جزائري، مليون سنتيم. جاءت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أجل رفع هذا الحد الأدنى من 10,000 دينار جزائري إلى 30,000 دينار جزائري. يعني هو مقترح في مشروع القانون باش ترفعه من مليون إلى 3 ملايين سنتيم. كان فيه تعديلات على المجلس الشعبي الوطني وين رفضوا مقترح الحكومة، والتعديل تاع المادة الذي تم 29 يعني كان التعديل الذي صوت عليه أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني هو إلغاء المادة 29. ماذا يعني إلغاء المادة 29؟ يعني الإبقاء على 10,000 دينار جزائري مليون سنتيم كحد أدنى للضريبة الجزافية الوحيدة بدل من 30,000 دينار جزائري، يعني 3 مليون سنتيم. هذا التعديل هو في حقيقة الأمر لا يتعارض في تقديرنا، يعني مبدئيا لا يتعارض مع المادة 147 من الدستور، لأنه لا يتعارض
يتعلق بضرائب كانت تدفع ولا يتعلق بمادة قانونية هي موجودة في القانون السابق، وإنما يتعلق بمقترح حكومي جديد في مشروع قانون المالية. وبطبيعة الحال يعني أي مشروع استحداث ضرائب جديدة ولا رفع معدلات الضرائب ولا تعريفات ولا تسعيرات الضرائب والرسوم والإتوات الحقوق الجديدة بطبيعة الحال يعرض أمام البرلمان بغرفته بداية المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة من أجل قبوله أو رفضه. فالمجلس الشعبي الوطني هنا رفض مقترح الحكومة بالزيادة في مبلغ هذه من الحد الأدنى لهذه الضريبة، وبالمطلق يعني هذا التعديل لا يتعارض مع المادة 147 من الدستور. هذا بالنسبة للمادة 29. نعم طبعا نتحدث مادة بمادة هكذا لنوضح الأمور بشكل أكبر. أستاذ بالجلالي، نعود إلى المادة 33 ربما لو تفصل فيها فيما يخص هذه المادة. نعم المادة 33، المادة هذه 33 تتعلق هي ب يعني تتعلق بالمادة موجودة المادة 123 في قانون التسجيل، يعني كانت موجودة في قانون التسجيل، وهي تتعلق بغرامة مالية تفرض خصوصا يعني تفرض شخصيا على الموثقين وعلى المحضرين القضائيين الذين يقومون بمخالفة تسليم يعني تسليم عقود قبل دمغها أو تسجيلها القانوني. مبلغ هذه الغرامة، مبلغ هذه الغرامة المالية في المادة 123 كان يعني كان 500 دينار جزائري. جاءت المادة 33 من أجل رفع هذه الغرامة من 500 دينار جزائري إلى 100,000 دينار جزائري، يعني من 50,000 سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم. هنا لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس الشعبي الوطني قامت بتعديلين. التعديل الأول يعني ألغت من المخالفة تسليم هذه العقود يعني دون تسجيلها أو دمغها، يعني ما اعتبرتهاش مخالفة، وبالتالي إسقاط الغرامة ككل. هذا التعديل الأول. ثم التعديل الثاني يعني الحكومة جاءت بمقترح أنه ترفع الغرامة إلى 10 ملايين سنتيم. لجنة المالية والميزانية خفضت هذه الغرامة من 10 ملايين سنتيم إلى 5 ملايين سنتيم. وبالتالي التعديل الثاني لا يتعارض مع المادة 147 من الدستور. لماذا؟ لأنه الغرامة في القانون السابق ولا في القانون الحالي المطبق اللي هي بالذات موجودة المادة 123 من قانون التسجيل كانت 50,000 سنتيم، فارتأت لجنة المالية أنه رفعها مباشرة إلى 10 ملايين سنتيم هي مبالغة، هو رفع يعني كبير، فقدرت أنه ترفعها إلى 5 ملايين سنتيم، وبالتالي لم تؤثر على الإيرادات التي كانت تدخل الخزينة، لأنه حافظت يعني بالعكس يعني رفعتها أكثر من 500 دينار جزائري في هذا الجانب. ولكن في الجانب الثاني بإلغاء فعل تسليم هذه العقود دون تسجيل، هنا داروا أو يسلموها، حذف هذه الكلمة يمكن أن يتعارض مع المادة 147 يعني من الدستور. هذه المادة يعني فيه جزء منها لا يتعارض، ولكن يعني جزء منها يتعلق بحذف هذه الكلمة، يمكن أن يقرأ أنه لا يفسر دستوريا على انه يتعارض مع الماده 147. نعم نعود الى الماده ايضا 55. بالنسبه للماده 55، الماده 55 تتعلق بتعريفة قسيمه السيارات. لو ممكن نفصلوا فيها، هذه هي مفروضه يعني جات كذلك الحكومه بتعديل على هذه الماده 55، الغرض منها رفع تعريفة قسيمة السيارات بالنسبه للسيارات السياحيه أو المهيئة على شكل سيارات نفعية، وين رفعت هذه القيم بالنسبة لسيارات أقول أكثر من 10 أحصنة بخارية أقل من 3 سنوات من 10,000 دينار جزائري إلى 25,000 دينار جزائري، من 3 سنوات إلى 6 سنوات من 6,000 دينار جزائري إلى 20,000 دينار جزائري، من 6 سنوات إلى 10 سنوات من 4,000 إلى 15,000 دينار جزائري، وأكثر يعني
من 10 سنوات وين رفعتها من 3000 دينار جزائري الى 10000 دينار جزائري. فهذا هو التعديل اللي جات به الحكومه في الماده 55 على في الماده 55 في مشروع قانون الماليه 2025. التعديل هنا الذي تم الدفع من قبل مجلس الامه والوزير الاول بعدم دستوريته، لجنه الماليه اضافت تعديل على انه هذه القيم بالنسبة للسيارات بعشر أحصنة بخارية حافظت على قيمة تعريفة السيارة مثل ما كانت، يعني مثل ما كانت. وبالتالي لما نقولوا حافظت عليها مثل ما كانت، فهنايا لم يكن هناك تأثير على الإيرادات التي تمول الميزانية العمومية، وبالتالي ليس هناك تعارض بالمطلق مع المادة 147 من الدستور. فقط مما يمكن أن يؤاخذ عليه يعني هذا التعديل هو أنه بالنسبة لهذه الزيادات اقترحت لجنة المالية وما هو وما تم المصادقة عليه أنه هذه التعريفات الجديدة اللي هي 25000 دينار جزائري بالنسبة للصنف الأول، 20000 دينار جزائري الصنف الثاني، 15000 دينار جزائري بالنسبة للصنف الثالث، و10000 دينار جزائري، ارتأت أنها تفرض على السيارات التي قوة محركاتها بأكثر من 15 أحصنة بخارية. وبالتالي الخلاصة ككل نقولها يعني أنه ما ورد في بيان مجلس الأمة والوزارة الأولى من إحالة هذه التعديلات للنظر في دستوريها أمام المحكمة الدستورية فيه يعني ما هو صائب، يعني خاصة يتعلق بالمادة 33، ولكن يعني فيه جانب آخر وين نعتقد مبدئيا، والكلمة الأخيرة أكيد يعني ترجع للمحكمة الدستورية، أنه رأي المجلس الشعبي الوطني في هذا الإطار يعني كان صائب. ولكن في هذا الباب يعني لازم ننوه بشيء مهم جدا، وهو انه ما يصدر عن المحكمه الدستوريه هو قرار نهائي غير قابل للطعن وملزم. نحن في الحقيقه كان فيه امكانيه انه قبل اختار المحكمه الدستوريه يمكن انه لا يصادق على قانون الماليه، مشروع قانون الماليه سنه 2025، وتنشا لجنه متساويه الاعضاء بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامه للنظر ويندر يعني نقاش. وعلى اساس هذا النقاش ممكن تكون تصويت مجدد، ولكن ربما للتعجيل في اصدار هذا القانون تم الاختيار يعني الى الخيار الثاني، اختار المحكمه الدستوريه. وفي هذا الاطار يعني حبيت نقول اذا كانت تسمحي استاذه ايمان واحد الراي يعني بين قوسين مهم جدا. هذه المسائل اللي نقدر نقولوا مبدئيا هي خلافيه من حيث الدستوريه عدم الدستوريه، هي بالدرجه الاولى التخصص تاعها ان صح التعبير ماليه عموميه وتخصص ضريبة وأمور جبائية تخصص دقيقة. فنأمل أن المحكمة الدستورية في هذا الباب زيادة على وجود أكيد إطارات يعني بمستوى عالي في الجانب القانوني يستعينوا بمستشارين في هذه التخصصات، لأنه العبرة في الأخير أنه رأي المحكمة الدستورية هو كما قلنا قرار ملزم نهائي غير قابل للطعن، ويعتد به بطبيعة الحال في المواد هذه، ويعتد به كذلك بالنسبة لقوانين المالية المستقبلية. أكيد هو كذلك أستاذ بالجلالي. أستاذ بالجلالي، هي لأول مرة يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لو نتحدث عن أهمية هذا الإجراء حاليا. بطبيعه الحال لما هنا رانا نتكلموا على ممكن عدم توافق في التفسيرات، احنا يعني حتى ما نخبيش عليك انه اشتغلت يعني الامان على هذه الورقه اللي راني نحدك فيها البارح يعني قرابه 8 ساعات، وكانت فيه جمله من الاتصالات حتى بمختصين بزملاء، ويعني ويكون مبدئيا اختلاف في وجهات النظر. وبالتالي لما يكون هناك اكيد اختلاف في وجهات النظر وفي التفاسير، فالراي الذي يعتد به في الاخير هو راي المحكمه الدستوريه. ولكن هنا نشير إلى أنه جزئية مهمة جدا، وهذا اعتقادنا على الأقل، وهذا رأينا مبدئيا كنسبة يعني لبس بها في المجلس الشعبي الوطني. مبدئيا لا يمكن أنه ما تأتي به الحكومة في مشروع قانون المالية على أنه ضرائب جديدة ولا رفع هذه الضرائب نعتبر أن رفضه أو إلغاؤه رايح يأثر على الموارد، لأنه المادة الدستورية هنا تتكلم عن الضرائب الموجودة في القوانين
سنين والتي كانت منفذة والحصيلة تاعها أو مطبقة والحصيلة تاعها تدخل الخزينة. وإلا إذا رحنا لها التوجه أنه كل ما تأتي به الحكومة من ضرائب جديدة ولا رفع المعدلات ولا الأسعار لا يمكن رفضه، فبطبيعة الحال هنا أعتقد مبدئيا أنه هذا ممكن رايح يكون يعني شل لمهمة أساسية للبرلمان بغرفته، وهي النظر بالنسبة لما يتوفر إليه معطيات في إمكانية قبول هذه الضرائب الجديدة أو رفضها، وهذه يعني من صميم صلاحيات البرلمان بغرفته. نعم، هل يمكن التعرف على المدة التي يمكن الفصل في هذه المواد من خلال المحكمة الدستورية؟ هي موجودة يعني الأجل الدستورية 30 يوم، ولكن لما نتكلم على 30 يوم ونعرفوا باللي قانون المالية وبالأهمية تاعو، أكيد ممكن منذ إحالة الإخطارين للمحكمة الدستورية يتم الاشتغال على هذا الشيء. هو فيه وقت يعني فيه مبدئيا فيه أريحية ممكن، لأنه التوقيع على قانون المالية يكون قبل 31/12/2024، ولكن أكيد سوف يتم يعني من أجل يتم العمل على التعجيل من أجل إصدار قرار المحكمة الدستورية حتى يمضى قانون المالية ويشرع يعني مع بداية السنة بطبيعة الحال في التنفيذ. نعم، هو كذلك أستاذ بالجلالي أيضا نتحدث ربما عن لجوء الوزير الأول إلى مثل هكذا قرار، يعني هي كآلية تضفي الشفافية للفصل أيضا في هذه القضايا القانونية، ربما نتحدث عن أهمية هذا الإجراء أستاذ بالجلالي. بطبيعة الحال احنا هي الاختلافات أكيد ممكن تكون موجودة في تفسير هذه المواد القانونية، ولكن الأهم هو أن تكون عندنا هيئات دستورية تسمو فوق جميع الهيئات يعهد إليها الفصل مثل هكذا اختلافات في القراءات بالنسبة لمواد قانونية. في نقطة أخرى، بإمكان الحكومة في حال عدم تفعيل آلية التحفظ وترك الأمور ربما على حالها من أعضاء مجلس الأمة استدراك ذلك عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية في مدى دستورية التعديلات وإسقاطها عبر القضاء، هل يمكن أن تصل ربما الأمور إلى هذا الحد؟ لا يعتقد أنه ممكن تصل إلى هذا الأمر. وعلى هذه أنا قلت لك يعني إحنا في بداية صراحة كنا نحبذ لو تنشأ لجنة يعني لجنة متساوية الأعضاء ما بين الغرفتين، لأنه ممكن يعني النقاش اللي نتكلموا عليه من أجل دستورية ما بين الأعضاء حتى بحضور ممثلي الحكومة يتنور طرف أو آخر، وبالتالي أكيد بطبيعة الحال يتم التوافق إلى ما يمليه القانون وما يمليه يعني بدرجة أولى الدستور. ولما نتكلموا على القاعدة الدستورية فلما يقتنع الجميع فبالتالي ما كانش اللي يمكن يعني يرفض ما تقضي به المادة الدستورية، فقط على أنه التفسير تاع المادة لازم يعني يكون في الإطار السليم، وهذا ما نأمله بطبيعة الحال، وهو ما نثق في إطارة المحكمة الدستورية أنه تفصل في هذه المسائل الخلافية. يعني أستاذ بالجلالي حسب التفسيرات المقدمة من طرفكم، ما هي توقعات هذا الفصل؟ توقعات يعني أنا باش نصارحك أنا أعديت يعني ورقة في هذا المجال، وغادي نبلغها يعني ممكن اليوم إلى سيد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أنه يبلغها ممكن المؤسسات المعنية. وتوقعاتنا هل هو نعتبره أنه طعن أم ماذا أستاذ؟ نعم ماذا يمكن أن نعتبر هذا الورقة، ربما تقرير أم يعني أنا أعتبرها أنه إثراء للنقاش وتوضيح يعني بعض الزوايا التي يمكن أن تتوضح. يعني لا أخفي عليك أنه أنا قبل أستاذ جامعي للمالية العمومية والمقاييس الجبائية، فأعتقد أنه فيه بعض الزوايا التي يجب أن ننيرها من أجل تتوضح الرؤى أكثر. وإحنا يعني هذه بالدرجة الأولى اللي يهمنا هو دستورية المواد القانونية، واللي يهمنا يعني أكثر بطبيعة الحال أنه نحافظ على صلاحيات كل مؤسسة، وفي الأخير كما قلت لك نأمل يعني بكل ما تعنيه الكلمة أنه المحكمة الدستورية في إصدار قرارها ودراسة يعني هذا الإخطارين تفتح المجال للمختصين يعني في هذا المجال من أجل إثراء النقاش، لأنه مجانبة الصواب ولو في جزئية صغيرة لا يمكن يعني أن تكون في مثل هكذا قضايا تطرح، لأنه ستتعلق بمناقشات مستقبلية لكل ما يرد من مشاريع قوانين المالية على البرلمان
بغرفته. نعم أستاذ، نعود إلى هذه المواد المعدلة، ربما ما هو الهدف ربما من تعديلها؟ هل الهدف أو الغرض بضخ دماء جديدة وبالتالي ديناميكية جديدة وحركية في ما يخص الإيرادات؟ لا هو نعم. يعني باش نكونوا صرحاء، لما نتكلموا على احنا نتكلموا على هيئتين، نتكلموا على الحكومة ونتكلموا على المجلس الشعبي الوطني. الحكومة بالنظر إلى عندها احتياجات لتمويل النفقات العمومية، تمويل يعني احتياجات التنموية، فهي تبحث في كل مورد يمكن أن يدر عليها موارد مالية إضافية وين تمول المشاريع وتمول النفقات العمومية، خاصة كما تعرفوا أنه عندنا عجز مهم في الميزانية العمومية. هذا هو دور الحكومة وهو دورها الطبيعي، ولكن دور النواب سواء في الغرفتين المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة دورهم، وهذا في كل البرلمانات في العالم، أنه يرفض كل مقترح حكومي بالزيادة، لأن الدور تاعه هو راه يمثل الشعب، وبالتالي كل ضغط إيجابي مهما كان يعني بسيط أو مرتفع يكون الغرض منه الرفع في قيم الضرائب، الرفع في المعدلات تاعها، فبطبيعة الحال أنه هنايا النواب يرفضوا، وبالتالي الأصل أنه يكون يعني سواء توافق، والنهار اللي ما يكونش مثلا توافق ولا يبدي المجلس الشعبي الوطني كلمته سواء بالمصادقة بنعم أو لا، عنده السيادة الكاملة في هذا الخصوص، اللهم إلا في التعامل مع بعض المواد المقترحة وقع يعني تحت طائلة كما قلنا المادة الدستورية 147. ففي هذا المجال سواء عندنا الخيار الأول كما قلنا لجان متساوية الأعضاء ما بين غرفتي البرلمان، وإلا نروحوا بإخطار يعني مباشرة للمحكمة الدستورية، ولكن يعني أصل المسألة إن صح التعبير هو أن المجلس الشعبي الوطني بادر إلى إلغاء هذه الزيادات المقترحة بالنسبة 3 إلى 4 مواد في هذا الباب، أو على الأقل بالنسبة لثلاث مواد، لأن المادة 33 ما جاتش يعني بزيادة، وإنما أراد أنه في المجلس الشعبي الوطني يعني كما قلت لك يعني تخفيض المعدل الذي يدفعه النشطاء في نقل سيارات الأجرة من 12 إلى 5%. نعم أستاذ، كسؤال أخير فيما يتعلق ربما تعديل حكومي وشيك مرتقب، من المنتظر أن يمس عددا من الحقائب الوزارية، ربما هل يمكن أن تعطينا قراءة في هذه الحقائب المرتقبة أن تمس هذه العملية؟ ما نقدرش ممكن نعطيك مباشرة في الحقائب، ولكن فقط يعني نأمل أنه كل بعض القطاعات الوزارية التي لم تؤدي الغرض المأمول منها يتم ضخ دماء جديدة، خاصة أنه التحديات هي تحديات كبيرة، ملفات يعني نقول لك ملفات في حقيقة الأمر مطروحة بقوة تحتاج إلى أنه يفصل فيها. وهنا ما نخفيش عليك إذا قلت لك يعني حتى بالنسبة لبعض الوزراء هناك تذمر منهم حتى على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لأنه ترفع إليهم انشغالات حقيقية وموضوعية، والتجاوب مع هذه الانشغالات يعني ما يكونش بالجدية اللازمة، ولا يكون بلغة سواء مكتوبة ولا أجوبة شفوية، يكون بلغة ما تشفيش الغليل كما نقول بالعامية، حتى أنه في كثير من المسائل، وهذا ما يؤسفنا وهذا ما نتأسف له ويسوء لنا، يعني كثير من انشغالات وين كنا كنواب نبلغوها للحكومه ولا الوزراء في الحكومه يتعطل التعاطي معها، ولا حتى رفعها في مجلس الوزراء، ولكن حتى تتازم الامور كنا نشوفوا مرات يعني سيد رئيس الجمهوريه يتدخل مباشره، وهذا ما يعاب على بعض الوزراء. فنتم انه نامل انه يتم استدراك هذا الامر، سيما انه كما قلت لك عندنا تحديات كبيره، عندنا اشكاليه تاع الشغل، وهذه الاشكاليه تاع الشغل لا يمكن للقطاع العمومي وراه فيه شيء من تشبع على بعض القطاعات المتوظفة، لازم لنا نقلة حقيقية، لازم لنا نمو اقتصادي حقيقي محسوس جدا، وين يقدر يعطينا عروض تشغيل كبيرة جدا تستجيب يعني لأمال الشباب تاعنا، لأمال المواطنين تاعنا، لأمال خريجي الجامعات الذين راهم يعني كما تعرفوا بمئات الآلاف سنويا. هذا يعني نقطة من عدة النقاط التي يمكن إثارتها بطبيعة الحال في هذا المجال. نعم أستاذ، كسؤال أخير فيما يتعلق ربما مشروع قانون المالية سنة 2025، أكيد هو يصب في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وكذا تحويلات وتعزيزات الاجتماعية، وأيضا التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية ككل.
في هذا الإطار الشيء اللي نقدر نقول لك أنه فيه تكلفة ثقيلة رانا نتحملوها. بدليل أنه الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2025 هي في حدود 8500 مليار دينار جزائري، ولكن النفقات يعني المتوقعة هي في حدود 16794 مليار دينار جزائري. هذا يخلينا هذا الفارق تاع 8000 دينار جزائري الذي يقع على عاتق السلطات العمومية للبحث في كيفية يعني إيجاد مصادر لتمويل هذا العجز. كان هذا الشيء لأنه كان الالتزام بداية من الحكومة أنها تستمر أقول في تغطية النفقات الاجتماعية، وهي تكلفة يعني تكلفة كبيرة جدا، وبالتالي علينا جميعا يعني تحديات أنه الاستثمار حقيقة لازم يمشيش هاد قفزة، وإنما يشد قفزات نوعية باش تكون يعني ولا تقدر الخزينة العمومية تواجه التوسع في الإنفاق العمومي. مشاهدينا نواصل الحديث حول مشروع قانون المالية لسنة 2025. كما توقفنا أستاذ قبل أذان الظهر كنا نتحدث عن التدابير التي حملها مشروع قانون المالية فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا تعزيز الكثير من الاستثمارات، ونتحدث أيضا أستاذ عن أكبر ميزانية تم برمجتها في هذا القانون. شكرا. هنا إذا كانت تسمحي ممكن نعطي واحد الإضافة ولا لابد منها وهي مهمة جدا. كان نفس الشيء بالنسبة لميزانية 2023، لأنه ما يمكنش نتكلموا على 2024 مازال لم تنتهي التنفيذ، ولكن لما نتكلموا على ميزانية 2023 وهي اختتمت السنة المالية فكان التنفيذ تاعها في حدود 79%، ولما نقول التنفيذ يعني كان في حدود 79% فراني نتكلم على 21% نفقات يعني لم تنفذ، وهي في الغالب يعني نفقات يعني تتطرق ولا تعنى بنسبة أكبر بالنفقات الاستثمارية. أنا نتكلم الرقم بالضبط هو في حدود 2980 مليار دينار جزائري، حوالي قرابة 300000 مليار سنتيم، وهذه نفقات لم تنفذ بسبب يعني ممكن تقاعس بعض القطاعات في بعث المشاريع التنموية وما إلى ذلك. هذا ما ينبغي أن يتكرر سنة 2025، لأنه لما المشرع ولما البرلمان يصادق على هذه الميزانية فالغرض والأثر يتحقق عند تنفيذ هذه الميزانية كلية. أي تأخر فيعني هو تأخر في التكفل ببعض الانشغالات. ثم أهم من هذا، وهذه رسائل إذا تسمحوا يعني أكيد نمرها من خلال هذا المنبر لأنه رافعنا عليها كثيرا ومرارا وتكرارا، اليوم راه عندنا في ميزانية 2025 ما مقداره بالتقريب يعني 13.2% من الاعتمادات المالية جاءت في محور نفقات غير متوقعة، وهذه النفقات غير المتوقعة تتعلق بعدد الجوانب، بعض الجوانب اللي يمكن تكون برامج استدراكية لبعض الولايات المؤخرة تنمويا، ثم جوانب أخرى تتعلق بما يمكن للسلطات العمومية أن تتخذه من إجراءات. لما نتكلم هذا الشيء فهناك يعني بعض الفئات الاجتماعية اللي نقدروا نقولوا يعني هي فئات هشة تحتاج يعني على باب الاستعجال أنه نلتفت إليها، ونأمل أنه قرارات مجلس الوزراء تكون في هذا السياق. راني نتكلم لك مثلا على عمال التوقيت الجزئي هذو بخمس ساعات اللي الأجرة تاعهم راها يعني راها في حدود 19 إلى 20 ألف دينار جزائري، وهذو عمال يعني اللي راهم حاملين هم كثير من المؤسسات في الجامعات المحلية، مؤسسة التربوية، المستشفيات، والأجر تاعهم راه متدني. ثم هذو كانوا سابقا في الشبكة الاجتماعية، وبالتالي هالعمال أقل شيء يمشوا للتوقيت الكلي. واللي في التوقيت الكلي العمال بالتوقيت الكلي وهذا المتعاقدين باش نحقوا لهم استقرار لهم واستقرار لعائلاتهم، نأمل يعني أنه هذه الفئات اللي فاني في التوقيت الكلي يمشوا إلى كنظام كعمال دائمين. ثم أكثر من هذا الشيء في فئة واسعة من هذا العمال، أنا نقدر نقول لك حقيقة كانوا في الشبكة وكانوا عمال متقاعدين متعاقدين
نقول، ولكن راحوا داروا دي زيتيت في الجامعه وداروا جهود واصبحوا بشهادات جامعيه. نعم. ولكن اليوم نصيبوه يعني عامل مهني، فنامل انه تكون قرارات يعني في هذا الاطار. ثم فيه موضوع اخر هو مهم جدا، وكنا سمعنا يعني توجيهات السيد رئيس الجمهوريه في احدى خرجاته في ولايه خنشله، وين عطى تعليمات من اجل هذا التكفل. انا نتكلموا عن العمال اللي كانوا متعاقدين في القطاع الاقتصادي، كانوا متعاقدين ولم يطالهم يعني الادماج، وين زملائهم في القطاعات العموميه تم ادماجهم، ولكن هذو يعني لم يطالهم الادماج. نعم. في هذه الفئات يعني في حقيقه الامر، يعني في حقيقه الامر. نعم. تستدعي التفاته. أكيد. ويمكن لهذه النفقات غير المتوقعه انها تمول لنا. نعم. هذه القرارات التي ناملها ان تكون يعني قرارات عاجله. نعم. من قبل السلطات العموميه. نعم، شكرا لك استاذ. نعم. بالجلالي على كل هذه التفاصيل. نعم. المقدمه، شكرا لك. نعم. اذا مشاهدينا بهذا نذهب فاصل اشهاري ونواصل بقيه اخبار استوديو الظهيره.